هذا وقد أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي والاجتماع المشترك مع وزراء التجارة بدول مجلس التعاون، أكد على أهمية مواصلة تعزيز الجهود المشتركة والارتقاء بمنظومة العمل الخليجي. إن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لما حققته مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال المالي والاقتصادي، مما أسهم في دعم مسارات التنمية، ونؤكد على أهمية انعقاد الاجتماعات اليوم حضورياً لأول مرة منذ تفشي جائحة كورونا، ومما لا شك فيه بأن الأوضاع الراهنة تتطلب السير بخطى ثابتة من أجل تحقيق أفضل النتائج على صعيد التعافي الاقتصادي المنشود وتسريع التجارة البينية بين دول المجلس. وكذلك اطلع الوزراء على مسارات مفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس والتكتلات والدول العالمية، وتم الاطلاع على المبادرات المالية التي قدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال رئاستها لمجموعة الـ20 الجي 20. وتم كذلك اليوم تدشين النافذة الإلكترونية GCC تكامل، التي تهدف إلى معالجة الاستفسارات والملاحظات والاقتراحات الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة. ويأتي إنشاء هذه النافذة تأكيداً على أهمية المرحلة الحالية ولما تشهده السوق الخليجية المشتركة من تقدم ملحوظ في تحقيق المواطنة الخليجية، حيث تتيح هذه النافذة لجميع مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين المستفيدين من مسارات السوق الخليجية المشتركة حق تقديم الاستفسارات والملاحظات والمقترحات بكل سهولة ويسر من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.